تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التقرير السنوي لأعمال مجلسي النواب والشورى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصغير هذا اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء المجلسين الذين رافقوا جلالته التقرير السنوي. وقد أشاد جلالة الملك المفدى بالجهود الطيبة والموافقة التي يبذلها رئيسا وأعضاء مجلسي النواب والشورى في خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا جلالته أهمية الدور الذي تطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهمتها في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في شتى الميادين، منوها جلالة الملك المفدى بالإنجازات الوطنية التي حققها المجلسان ودورهما الفعال في تبني قضايا المجتمع البحريني وتطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون، وبدور المجلسين في المؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية في الدفاع عن قضايا الوطن وتعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. وأضاف جلالته قائلا: إن دستورنا ينص صراحة على أن نظام الحكم يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، فإن مقتضيات ذلك وفقا لنصوص هذا الدستور أن يكون هذا التعاون بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار احترام كل منها لهذا النصوص، ولهو ما يفرض عدم تداخل الاختصاصات بينها وعدم تدخل سلطة في شؤون سلطة أخرى خارج إطار نصوص الدستور، كما لا يجوز لأي من هذه السلطات الثلاثة التخلي لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها، ولذلك فإننا نوجه سلطات الدولة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها في إطار عدم تداخل الاختصاصات بينها. وأكد جلالة الملك المفدى أن المسيرة الديمقراطية مستمرة بإذن الله تعالى، وأن السلطة التشريعية مقبلة على دور انعقاد جديد من الحياة البرلمانية، والتي نأمل من خلاله تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في تعزيز مسيرتنا الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني لكل ما فيه خير ومصلحة البحرين وشعبها الكريم. وقد تطرق اللقاء إلى القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره والوصول إلى الأهداف المنشودة، منوها العاهل المفدى حفظه الله بجهود أبناء البحرين في خدمة وطنهم وحرصهم على المزيد من الترابط والتكاتف من أجل خير المملكة وتقدمها وازدهارها. وأعرب جلالته عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في هذه المسؤولية الوطنية. وقد جاء التقرير السنوي لمجلس النواب، جاء فيه أن مملكة البحرين قطعت أشواطا كبيرة على الصعيدين التشريعي والرقابي، وأضافت للتجربة الديمقراطية في البلاد بعدا آخر أكثر شمولية واتساعا. وقد تم إرساء وترسيخ مبدأ تعاون الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر تجاوب الحكومة الموقرة مع رغبات المجلس التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين. كما تطرق التقرير السنوي لمجلس الشورى إلى مناقشات المجلس لمشروعات القوانين والميزانيات العامة وحساباتها الختامية والاقتراحات بقوانين والمراسيم بقوانين.
وقد